রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ নবী আল্লাহ শফি আল্লাহ শফি আল্লাহ। ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: ومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل جلاله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال تبارك وتعالى مخاطبا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكلف هذه الأمة هذه الشريعة المطهرة على منهج الأنبياء والمرسلين، فخاطب هذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فقال جل جلاله خطابا لهذه الأمة: نحن وإياكم جميعا